للسنة الحادية عشر على التوالي، راديو أصوات تنظم الحدث السنوي الكبير شخصية السنة، وفي ظل جائحة كورونا فريق أصوات يختار ويتوج شخصيات ملهمة في هذا العام الاستثنائي. جمعية رياض الأمل. شكرا أصوات، حنا فرحانين بزاف للمساعدة ديال أصوات واللي شرفتنا بهذا البري اللي عطتنا بحيث عطينا واحد المساعدة للناس اللي بدون مأوى، الناس اللي في الشارع، اللي في الوقت فقيت الحجر الصحي كانت في وضعية اللي جد صعيبة. دونك حنا ساندناهم، عطيناهم مساعدة اللي خصها تعطى لهم، والحمد لله بالمساعدة كذلك ديال الناس ديال العملات ديال الأنفا خاصة، والحمد لله كل شيء داز بخير خير. كنتمناو باش نزيدوا نقوموا بهذا الواجب اللي المجتمع المدني كيقوم به، اللي بدونه عدد الأمور ما كدارش. ولكم الشكر الجزيل مرة أخرى.